يروى أن امرأة نعي إليها ابنها فتجلدت، ونعي إليها زوجها فتجلدت، ونعي إليها أخوها فجزعت، فسئلت عن ذلك فقالت: الابن مولود والزوج موجود والأخ مفقود. الشاعر يقول: أخاك أخاك إن من لعخ له كساعين الهيجا بغير سلاح. الحين تجي لما الواحد تقول له أخوك يقول: إيه أخوي محزن بطني وعصابة راسي، أخوي من شد ظهري، أخوي 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 ولد أمي وأبوي. المحاكم مليانة مشاكل أخوه، حقات الحل الأسري مليانة مشاكل أخوه، والشوارع يسولفون مشاكل أخوه، والأسر تسولف مشاكل أخوه. غالب مشاكل الأخوان هذه ومشاكل الأسر جاتنا بعد الطغيان المادي، اللي هو نظرة الناس للناس من جانب الدنيا، تاجر ولا فقير. المادية قتلت الشهامة والكرامة والمروءة والحياء وخوف العيب وخوف العار، قتلت الرحمة، قتلت أشياء كثيرة. تسمع قصص يتقطع لها القلب، أخوان وخوات لهم أشهر ما تشافوا، لهم سنين ما تشافوا، ولا يحذرون عيالهم: انتبهوا ذلك، لا تروحوا لأمهم تراهم ينحتون، لا تروحوا لأمهم تراهم شروفين، تراهم يسحرون، تراهم. وكل هذا تلقاه أحيانا عشان لعاعة الدنيا، أو تلقاه أحيانا حسد. أخوي التاجر ولا اللي عطاه الله عز وجل جمال، ولا عطاه الله مال، ولا عطاه الله منصب، ولا عطاه الله زوجة، هذا من الله، أهم يقسمون رحمة ربك؟ المنطق أن عز أخوي عز لي، وذل أخوي ذل لي، غصب علي وغصب عليه. شوف الناس يقولون: هذا أخو فلان التاجر، أخو فلان العالم، أخو فلان المثقف. وهناك مدارين في مدار التعامل، المدار الأول مدار المنة، والمدار الثاني مدار الاستفادة. يعني أحد يمن عليك وأحد يستفيد منك. فالمنة اللي تجي من أخوك هذه عز وشرف، لأنك أنت، لأن المذلة اللي تلحق عار جبينه، والمساعدة اللي تقدم لأخوك، المساعدة اللي تقدمها لأخوك بر وصله، لأن سقوطه لا قدر الله أو ضعفه هذا عار بجبينك أنت، ولذلك خلك أنت وياه يد واحدة. ولا جاك إبليس قال يمن عليك يحتيبك يعرض بك، قل إبليس أنا شرفه، هو حر سان، هو يحب يدنس شرفه كيفه. بعدين شوفوا ترى إبليس ذهين، ما عمره جال الناس قال شوف أخوك أخذ منك 10,000، ولا شوف أخوك سبك، لا، يروح يقول أخوك مستصغرك، أخوك محتقرك، هذا شرفك، هذه معزك، وشلون تسكت، وشلون تخضع، وشلون تنذل. وينسيك والكاظمين الغيظ، وينسيك قوله صلى الله عليه وسلم: من عفى عن مظلمة زاده الله بها عزا. وينسيك وجوب صلة الرحم. ما في أروع للتصالح بين الإخوان من المصارحة. المصارحة ما في داعي للصمت، ما في داعي للجحادة، ما في داعي للسكوت، المصارحة جميلة. قل لأخوك اللي بينك وبينه شحناه: تعال يا أخوي، وش اللي بيننا؟ بيننا 10,000 أو 100,000، ترى أنا تمغطنا برحم، وترى بيننا أم وأبو يسوون الدنيا كلها. إذا قالت لك زوجك ولا ولدك ولا أحد سولافة عن أخوك، رح لأم أخوك وصارحه، ولا تخلي إبليس هو الوسيط، خلي الوسيط إكرامك وشهامك، وثق ثقة تامة. المصارحك لأخوك ومسامحك له وتقربك إليه لن يزيده إلا قربة إليك وتذللا بين يديك، فتعوذ من الشيطان.